من المتوقع أن يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا اليوم إلى إسرائيل للتنسيق مع القادة الإسرائيليين بشأن استمرار الشراكة الإسرائيلية الأمريكية في مواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة على الساحة الإيرانية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. كما سيبحث كوريلا الاستعدادات المشتركة للدفاع ضد أي هجوم إيراني محتمل. وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرسي هليفي زيارة إلى قاعدة سلاح الجو رامون، تحدث مع الطواقم الجوية والبرية التي شاركت في الهجوم على إيران نهاية الأسبوع الماضي، معربا عن تقديره لنشاط سلاح الجو في كافة الجبهات. وحذر هليفي إيران من أنه إذا ارتكبت الخطأ وأطلقت مجددا رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل فسترد إسرائيل مرة أخرى بشكل أقوى وباستخدام قدرات لم تستخدمها من قبل وإلحاق أضرار فادحة. إذا ارتكبت إيران الخطأ وأطلقت مجددا رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل فسنعرف مرة أخرى الوصول إلى إيران، وسنستخدم القدرات التي لم نستخدمها في المرة الماضية بغية إلحاق ضرر فادح في القدرات والأماكن التي تركناها جانبا. لقد فعلناها لسبب بسيط جدا، هو أنه قد يطلب منا القيام بذلك مرة أخرى، فنحن لم نغلق هذا الحادث بل نكون في أوجه، ولم يكن بإمكاننا تحقيق ذلك لولا القدرات الكبيرة للغاية التي يأتي بها كل واحد وواحد واحدة منكم. ونحن الآن نتطلع إلى الأمام وبالنظر إلى المستقبل نقول شيئا بسيطا جدا أقوله لكم، مفاده أننا على مستوى عال جدا من الجاهزية في كافة الساحات، فنحن نقاتل في لبنان وغزة ونحارب الإرهاب في الضفة وفي ساحات أخرى بعيدة. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده قوله إن إنتاج الأنظمة الدفاعية بما فيها الصواريخ في بلده لم يشهد أي اضطراب بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، بينما تحدثت تقارير صحفية عن وجود صور أقمار صناعية للأهداف التي ضربتها إسرائيل في إيران وبينها مصنع رئيسي لإنتاج الصواريخ. قال الوزير الإيراني إن مجرد إطلاق إسرائيل رصاصة نحو أراضينا يعتبر اعتداء لن يغتفر وسيتم الرد عليه بحزم، ونفى الوزير دخول أي مقاتلة إسرائيلية إلى المجال الجوي للبلاد مؤكدا أن الميثاق الأممي يعطي الحق بالرد لأي دولة تتعرض أجواؤها للاعتداء. إذن معنا من القدس مجدي الحلبي مستشار الحدث للشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. وصل إذن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا اليوم إلى إسرائيل يبحث ملف إيران وما يتعلق بأي رد مرتقب من إيران أو أي ردة فعل جديدة ربما من إسرائيل. ما مصير هذا الصراع ودائرة الرد والرد مقابل الرد؟ في إسرائيل يعتقدون أن إيران لن ترد في هذه المرحلة، ربما سترد بشكل آخر. الآن في البحث بين مايكل كوريلا وبين الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي أو قيادة الأركان الإسرائيلية هو في ما هي السيناريوهات المطروحة أمام إيران للرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة، وهناك عدة سيناريوهات مطروحة يتم الحديث حول التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة مثل هذه السيناريوهات. السيناريوهات تقول إما أن تكون هناك إطلاق صواريخ كما المرة الماضية، عندها يكون هناك الرد بمثل الرد الأخير والدخول إلى المجال الجوي الإيراني وضرب منشآت ربما تكون نووية، لأن إسرائيل تقول أنها دمرت كل الدفاعات الجوية S-300 أو S-400 الموجودة في إيران، لذلك سيكون من السهل ضرب المنشآت النووية لأن هذه المنظومات كانت تحرس المنشآت النووية بشكل خاص. هذا واحد. أما السيناريو الآخر فهو أن تقوم إيران بضرب إسرائيل في منشأة أو في مصلحة إسرائيلية أو سفارة إسرائيلية في أوروبا أو في أي مكان آخر، عندها سيكون الرد الإسرائيلي مغايرا. وأيضا هناك إمكانية أن تقوم إيران باستهداف شخصية إسرائيلية إما عبر عبوة ناسفة، ورأينا أن كانت هناك محاولات، أو عبر مسيرات، ورأينا المحاولة التي كانت على بيت بنيامين نتنياهو. لذلك البحث مع كوريلا الآن يدور في الكثير من المحاور التي تتعلق في التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة إيران من جهة، أيضا تقييم الضربة الإسرائيلية
والمساعدة الأمريكية التي كانت تنسيق مع الولايات ولكن لماذا المتحدة. تعود الولايات هناك من المتحدة يقول الأمريكية وترسل قائد القيادة المركزية الأمريكية بنفسه مايكل كوريلا ليتحدث عن الاستعدادات المشتركة للدفاع ضد أي هجوم إيراني محتمل، وكان من المفترض أن كل هذه الإجراءات اتخذت بالفعل تحسبا يعني قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحسبا لأي ردة فعل؟ بالفعل كانت نعم أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية منظومة أخرى من ثاد، أرسلت جنود نعم أمريكيين موجودين على الأرض في إسرائيل وكثير من أنظمة الدفاع. نعم صحيح، أرسلت منظومة ثاد ثانية، ولكن هذا التنسيق له أيضا مدلولات أخرى. هذا التنسيق يعني أن الولايات المتحدة لا تريد من إسرائيل أن تضرب المنشآت النفطية الإيرانية وأن تكتفي فقط بما قامت به في المرة الماضية، وإذا كان هناك حاجة سيكون الرد محدودا كما كان في المرة السابقة. الولايات المتحدة لا تريد الانزلاق إلى حرب شاملة، لذلك هو موجود هنا. أيضا سوف يتحدث مع الإسرائيليين عن لبنان، عن ماذا يريد الجيش، ما هو موقف الجيش الإسرائيلي من الناحية العسكرية، كيف يرى مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، ما هي الشروط التي يريدها الجيش والتي طبعا سيوصلها للمستوى السياسي كي يفاوض عليها، ولكن الجيش هو الذي سيعطي المستوى السياسي المرحلة القادمة أو يعطيه الخطوة القادمة أو من أين سيبدأ في المفاوضات. في هذا السياق سوف يبحثون مع كوريلا مسألة اتفاق 1701، إلى أين يمكن إبعاد حزب الله، إلى بعد الليطاني أم إلى الأول أو إذا بينهما مثلا. ماذا سيكون مع الحدود السورية اللبنانية؟ من سيتحكم بهذه الحدود؟ ماذا سيكون مع الحدود، مع الأمور الجوية، إذا وصلت أسلحة مثلا إلى حزب الله في لبنان عبر الجو أو عبر البحر؟ نعم. لذلك هناك الكثير من الحديث حول هذا الموضوع، علما أن مايكل كوريلا هو قائد المنطقة الوسطى هناك ومسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل أدخلت إليها نعم. بعد اتفاقيات أبراهام إذ كانت قبل ذلك في أوروبا. نعود أيضا معك لما أجراه رئيس الأركان الإسرائيلي هرسي حليفي من زيارة إلى قاعدة سلاح الجو رامون. هذه هي القاعدة التي شاركت في الهجوم على إيران نهاية الأسبوع الماضي، والتصريحات نقرأ معك هذه التصريحات التي يقول فيها أنه إذا ارتكبت إيران أي خطأ مجددا، أي رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل فسترد إسرائيل. هنا يتحدث عن أي رشقة صاروخية من إيران، لأنه الرشقات صاروخية مستمرة من لبنان. نعم، هو يتحدث عن إيران، عن رشقات صاروخية أو إطلاق صواريخ من إيران إلى إسرائيل، لا يتحدث عن الصواريخ اللبنانية ولا يتحدث عن صواريخ من اليمن أو من العراق مثلا، مع أن إسرائيل تقول أنها تعمل في الأجواء العراقية وتستطيع أن تصل إلى أي مكان في العراق. لكن قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الذي زار قاعدة رامون، وهي إحدى القواعد التي شاركت هناك تحو 100-120 طائرة ومقاتلة شاركت في هذا الرد الإسرائيلي على إيران، لذلك هناك قواعد أخرى، ولكن قاعدة رامون كانت إحدى القواعد الأساسية التي شاركت. هو يهدد إيران ويقول لا، يعني لا تقوم بأي عمل أو أي رد من شأنه أن يجبرنا أو يعني يحملنا على العودة لضرب منشآت داخل إيران. من جهة أخرى نحن نعرف أن إسرائيل الآن ترى أن إيران لن ترد، وهناك إشارة كبيرة جدا على ذلك بأن إسرائيل أعادت كل الجنود وكل العاملين في قواعد جليلو إلى أماكن عملهم. هذا يعني أن الخطر بضرب هذه القاعدة قد زال في هذه المرحلة، وإذا كان هناك أي تطور يمكن أن تعود إسرائيل وتخلي هذه القواعد مثل ما أخلتها حتى قبل يومين. كان في تصريحات أستاذ مجدي متعلقة بهذا الرد الإسرائيلي على إيران، وأن هناك رد آخر متعلق بالمسيرة التي وصلت إلى منزل نتنياهو، وسارع نتنياهو باتهام إيران بأنها هي الضالعة في هذه الحادثة التي تستهدفه وأنها تحاول اغتياله. هل يبحث ذلك في إسرائيل أم أنه كان تصريح وانتهى؟ يعني هل هناك فعلا يمكن أن نترقب ضربة إسرائيلية أخرى على إيران؟ في هذه المرحلة لا نتوقع أن تكون أي ضربة أخرى على إيران في ما يتعلق بالمسيرة التي ضربت بيت نتنياهو. هذا كان جزء من التخويف والتهويل الإسرائيلي بأن هناك إمكانية لضربة ثانية دون الانتظار للرد الإيراني، لكن هذا الأمر على ما يبدو حسم عسكريا بأن
الضربة هذه، يعني هذه المسيرة وما حدث قد انتهت، وإسرائيل سوف يعني ترى كيف يمكن أن يردوا على إيران إذا ما قامت إيران باستهداف إسرائيل من أراضيها أو من أراضي أخرى أو ربما باستهدافات أخرى كما فصلنا سابقا. بالنسبة لتصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرسي حليفي حينما يقول إنه إذا ارتكبت إيران خطأ وأطلقت مجددا رشقات صاروخية، ما الشعور العام داخل إسرائيل فيما يتعلق بتصريحات كهذه تخص فقط إيران ورشقاتها الصاروخية، بينما الذي يحقق خسائر حقيقية هي الرشقات الصاروخية التي تأتي من لبنان؟ نعم هذا صحيح، لكن هرتسي هليبي يتحدث عن الضربة في إيران. في إسرائيل يعتقدون ويؤمنون أن الضربة التي وجهتها إسرائيل على إيران كانت ضربة قوية جدا وكان نجاحا باهرا لسلاح الجو الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحسب منظورهم وبحسب ما يرونهم، ولذلك هو يتحدث عن هذا الموضوع بهذه الصورة. هناك شعور بالارتياح في إسرائيل من هذه الضربة بشكل عام، أن إسرائيل استطاعت أن تتجاوز كل الدفاعات الجوية في سوريا وفي العراق وأيضا في إيران، وأن تضرب الدفاعات الجوية الإيرانية، وأن تقوم بما قامت به وتعود دون أن تمس لا الطائرات ولا المسيرات ولا أي من الآليات التي استخدمت الجوية التي استخدمت في هذه الضربة. لذلك هناك يعني ارتياح من هذا الموضوع، وهرتسي هليبي عندما يقول ذلك هو يوجه أيضا رسالة للداخل الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بالعمل الجيد من وجهة نظره، وهو يثني على هذه الأمور ويؤكد أن إسرائيل مستعدة للقتال في كل الجبهات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس مجدي الحلبي مستشار الحدث للشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا.